خيول اجل مغمرات يا حي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. هكذا متابعينا الكرام في كل مكان ينطلق شوطنا الثاني والأول الخاص هنا بالجعدان لسن الحقائق. متابعينا الكرام، مسافتنا هي 3 كيلو مترات ضمن إشارة الديوان هنا الخامسة التي تعم ميادين الدولة. شكرا لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لدعمه لهذه الرياضة العربية الأصيلة ولدعمه لهذا الموروث الأصيل. هكذا نبحر مع الصدارة الأولى متابعينا الكرام والقيادة الأولى إلى مزعج لحمد بسهيل بن علي بالأسود العامري، من يقدم لنا هذه الإزعاجات مع مقدمة الشوط، مقدما لنا مزعج. بينما المركز الثاني هنا الوصول القدوم في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء، هناك أيضا من بدران لحمد بن محمد بن رامس الوهيبي يقدم لنا بدران مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث الوصول من ضاري قادم في هذه اللحظة سهيل بن رملي بن محمد العامري يقدم لنا ضاري. بينما المركز الرابع الوصول في هذه اللحظة من شاهين لسالم بن متعب سهيل بن حمد العامري. بينما المركز الخامس القدوم في هذه اللحظة من راهي وسلطان بن سعيد بن سالم القيلاني يقدم لنا هذه الانطلاقة. بينما سادس الأسماء الوصول والتسلل في هذه اللحظات من مصدر لسالم بن محمد بن سعيد بن قنازل العفاري، من يقدم لنا هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما الوصول في هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام على 7 الأسماء ويتقدم في هذه اللحظات هايم لمحمد بن مبروك بن طماطم العفاري. بينما المركز الثامن والتاسع في هذه اللحظة هناك يصل أيضا ملبي لسالم بن بخيت بن نوبي العامري، وعاشر الأسماء في هذه اللحظة أيضا ينطلق متابعين الكرام شعار بن غدير يقدم لنا هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة من خلال تواجد الشاه محمد بن غدير بن راعي العفاري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام، وهناك شعارات قادمة، شعارات هاجمة من خلال هذا المسار والاندفاع
عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى صدارة المركز الأول والقيادة الأولى. هناك بالرامس يقدم لنا هذا الانطلاق وهذا الاندفاع مع بدران. بدران على أرضية الميدان يقدم لنا هذا الاندفاع الرائع والجميل مشاهدين الأعزاء. حمد بن محمد بن رامس الوهيبي بينما المركز الثاني هناك القدوم في هذه اللحظات من مصدر لسالم بن محمد بن سعيد بن قنازل العفاري، والانضمام في هذه اللحظة شعار بن غدير يقدم لنا هذه الانطلاق أيضا على ثالث الأسماء، مقدما لنا الشهم الشهم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع الوصول في هذه اللحظة هناك والقدوم متابعي الكرام من البترول لعويضة بن سهيل بن حمد أيضا بن مضحي العامري، بينما هنا القدوم من شعار الدكتور يقدم لنا هذه الانطلاقة من خلال تواجد جلمود مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام. وياتي في هذه اللحظات حمد بن راشد بن حمد العفاري يقدم لنا هذه الانطلاقة من خلال تواجد جلمود 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 مشاهدين الأعزاء، بينما المركز الثاني هناك بن مضحية يقدم لنا هذا الاندفاع مع المركز الثاني مع البترول، مع البترول سريع الاشتعال. الله الله يا بن مضحية، ولكن هناك القدوم الآخر من الشام لسالم بن مسلم بن قزول العامري، وهو هناك المركز الرابع الوصول أيضا من درب لسعيد بن عثب سعيد بن حميد الحرسوسي، ولكن عودتنا إلى الدكتور إلى الدكتور هنا مشاهد الأعزاء. والنقطة الثانية على التوالي مع الشوط الأول للبكار مع الشوط الأول للجعدان. الله 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 جلمود جلمود جلمود، وهناك راشد أو حمد بن راشد بن حمد أيضا العفاري يقدم لنا هذا الانطلاق الرائع جميل. تهانينا والناموس وسعدت صباحا. والنقطة الثانية بينما المركز الثاني الوصول والقدوم أيضا من الشهم لسليم بن مسلم بن قزول عامري، المركز الثالث البترول لعويضة بن سهيل بن حمد العامري، المركز الرابع المركز الرابع مشاهدين الأعزاء هناك ضاري لسهيل بن رملي بن محمد العامري خامسا، المركز الخامس مشاهدين الأعزاء هناك النصر لسليم بن سلم بن قزول العامري. إذا تهانينا مشاهدينا ومتابعينا الكرام من قدم لنا هذا الانطلاق الرائع والجميل مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام. هناك أيضا مع جلمود تهانين وناموس لحمد بن راشد بن حمد العفاري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. والنقطة الثانية لهذا الشعار تهانين وناموس. التوقيت الزمني التوقيت الزمني كان 4:33 7:30 أيضا جزء من الثاني. التهانينا وناموس.